حد معاه ولاعة؟ ايه انا معاك. نائب كويتي يطرد نور الغندور من الكويت بسبب أعمالها المشينة. كشف نائب مجلس الأمة الكويتي حمدان العازمي أنه حاول التواصل مع الفنانة المصرية نور الغندور بسبب مشاركتها في مسلسل من شارع الهرم إلى. وكتب العازمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: نور الغندور لا ترد على مكالماتي، وهذا يعني أنها مصرة على استكمال أعمالها المشينة في المسلسل. وتابع: أدعو لمنعها من دخول الكويت. وتعرض النائب لهجوم واسع من الناشطين بعد هذه التغريدة، وعلى رأسهم الإعلامية مي العيدان. شوفي يا كريمة، ما حد يخاف قربتي غيرك، لا تخليني اتصل بالشرطه وافضحك يا ماما. سيبتي ركبي. فمن جانبها اعادت العيدان مشاركه التغريده معقبه عليها: وانت شكو تتصل فيها، اول مره اشوف عضو مجلس امه كويتي يتصل على ممثله مصريه. وتابعت: اولا استريح البنت بالامارات للحين قاعده تصور بالمسلسل، ثانيا نور ما عادت عايشة بالكويت، استقرت مع عائلتها ببلدها مصر. وختمت حديثها قائلة: انتو شكوا بمسلسل مؤنتاج كويتي ولم يتم تصويره بالكويت. كما تصدت الإعلامية فجر السعيد للنائب العازمي أيضا، وعلقت عبر حسابها على تويتر قائلة: حمدان وبعدين معك، المسلسل مؤنتاج كويتي، المنتج لبناني وترخيصه إماراتي، وزير الإعلام الكويتي شكوه. ده برضو شكل مدام. أمال يا أخويا المدموزلي بقى شكلها عامل إزاي؟ مكان الإقامة وين؟ الفصول الأربع. سبب الزيارة؟ وسبق أن طالب العازمي من وزارة الإعلام أن تأخذ خطوة ضد المسلسل، وكتب: تفاجأنا أن المسلسل الهابط من شارع الهرم الذي يدعو إلى الرذيلة والانحطاط إنتاج كويتي للأسف. وتابع: نؤكد أن هذه الأعمال الهابطة لا يمكن أن تنسب إلى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية.